متابعينا في المملكة العربية السعودية، نهار اليوم السبت بإذن الله لا تزال المناطق الشمالية تحت تأثير هبوب نشط للرياح المثيرة للأتربة والغبار وأجواء غائمة جزئية، وطبعا هناك احتمالية لهطول زخات من الأمطار. أما كيف رح تكون درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم السبت بإذن الله على العاصمة الرياض؟ 29 مئوية مع أتربة مثارة واحتمالية لهطول زخات من الأمطار، والملموسة 28 ونسبة الرطوبة 35% وسرعة الرياح 37 كيلومتر في الساعة. أما كيف رح تكون درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله على باقي مناطق المملكة، عفوا ابتداء مع شمالا وسكاكا 21 نهارا ورياح نشطة 12 ليلا وعرعر أجواء غائمة جزئية واحتمالية لهطول زخات من الأمطار بتسجل نهارا 19 ليلا 12 وتبوك 20 نهارا و13 درجة مئوية بتسجلها ليلا وأيضا أجواء غائمة جزئية واحتمالية لهطول زخات من الأمطار. أما الآن مع المناطق الغربية والمدينة المنورة 25 نهارا أجواء غائمة جزئية 16 ليلا، وجدة كذلك الحال أجواء غائمة جزئية 29 نهارا 20 ليلا، ومكة المكرمة 30 نهارا أجواء غائمة جزئية و19 درجة بتسجلها ليلا. أما الطائف غيوم متفرقة 22 نهارا و11 درجة مئوية بإذن الله بتسجلها ليلا. أما الآن مع المناطق الجنوبية الغربية والباحة 19 نهارا 13 ليلا، أبها 22 نهارا 13 ليلا، وجازان 30 نهارا و26 مئوية بتسجلها ليلا مع أجواء غائمة جزئية بإذن الله. ننتقل الآن إلى المناطق الشرقية والدمام 28 نهارا أجواء غالبا غائمة و18 ليلا، وحفر الباطن 25 نهارا 15 ليلا، أيضا في احتمالية لهطول زخات من الأمطار رح تكون رعدية بإذن الله. الإحساء 29 نهارا و17 درجة بتسجلها ليلا وأيضا أجواء غالبا غائمة. ننتقل الآن إلى المناطق الوسطى والعاصمة الرياض 29 نهارا 16 ليلا، بريدة 24 نهارا هناك رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار 13 ليلا، وحائل غيوم متفرقة 18 نهارا و10 درجات مئوية بتسجلها ليلا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. متابعينا بدي أذكركم تعملوا اشتراك على قناتنا على اليوتيوب وما تنسوا تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد من طقس العرب، وتابعونا في باقي تفاصيل نشراتنا القادمة بإذن الله. إلى هنا، إلى اللقاء.